السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بارتا. هنكمل النهاردة مع بعض دروس البوتستراب 4، وهنشرح النهاردة أول درس للتطبيق العملي وإزاي نربط البيج بتاعتنا بمكتبة البوتستراب، سواء عملنا لها داونلود سواء ربطناها بمكتبات السي دي إن أو مكتبات الموجودة على الإنترنت. طيب تعالوا نشوف مع بعض. أولا أول حاجة ده اسم الموقع اللي هندخل عليه، اسمه getbootstrap.com زي ما انتم شايفين قصادكم. هيفتح لي موقع بوتستراب الرسمي، في عندنا كذا فيرجن منه، طبعا هنحاول نشتغل على اخر فيرجن موجود 4.3x، في اكتر من فيرجن مش هيفرق معانا، خلينا في اخر فيرجن موجود. في عندنا اكتر من طريقه زي ما انا قلت الفيديو السابق، يا اما نعمل داونلود خلاص للمكتبه، واول ما بنعمل داونلود هينزل عندي الملف بالمنظر دوت، ملف مضغوط خلاص. الطريقة التانية ان احنا بنربطه بملفات السي دي ان خلاص، زي ما انتم شايفين بقول له لينك ريل ستايل شيت، ان هو عامل زي السي اس اس بالظبط، هو مكتبة مكتبات السي اس اس، واكتب العنوان بتاع الملف بتاعي من هنا، اللي هو لو جينا خدنا العنوان او الرابط ده كده كوبي وجينا نفتحه هنلاحظ ان هو موجود فيه مجموعة الاكواد اللي انا عايز، اللي هو زي ما انتم شايفين قصادكم كده خلاص. ده ملف XML اللي مربوط ب ملفات البوتستراب، ده بالنسبه للسي اس اس. برده كذلك ملفات الجي كويري والبروبر دوت جي اس وملفات الجافا سكريبت، ادي الثلاثه اهو برده رابطهم من خلال عناوين موجوده على الانترنت. لو خدت الكلام ده كوبي كده برده جينا نكتبه هنا هيفتح لي برده، بصوا ادي كلها اكواد موجودة في المكتبة. اوكي كده شباب، يبقى دي اسمها سي دي ان، بنربطها بالمنظر دوت، بنكتب الكلام ده في، يعني المفروض ان انا اخد الكلام ده كده كوبي واروح على ملف سي اس ملف ال HTML بتاعي، وليكن مثلا ده الفولدر بتاعي، ونفتح الفايل اللي هنشتغل عليه واقول له open with sublime مثلا، او تعالوا نفتحه من هنا. نمسح بس الكلام دوت عشان نخليه ملف فاضي خالص ما فيهوش اي حاجه بالمنظر ده. طيب هنيجي بقى هنا هناخد الرابط ده كده كوبي بتاع السي اس اس ونحطه هنا بالمنظر ده، ونروح واخدين الرابط الثانيه برضو، سوري ناخد الثلاثه ايون ونحطه برضو تاني بالمنظر ده. يبقى عندي ادي اول رابط، تاني واحد تمام، ده ملف الجي كويري وده ملف البروبر خلاص، وفين التالت اهو ده ملف البوتستراب جي اس خلاص اللي هو الجافا سكريبت يعني. يبقى احنا كده ربطناه بكل المكتبات. طيب الطريقه الثانيه واللي انا بفضل ان احنا نستخدمها ان احنا نعمل داونلود خلاص، بعمل داونلود واول ما اعمل داونلود هينزل عندي في ملف مضغوط بالمنظر دوت ماشي، ونفك عنه الضغط اقول له اكستراكت فايل اهو، ونفتح هنلاقي حاطط لي في فولدرين، فولدر السي اس اس وفولدر الجي اس الجافا سكريبت. هناخده كوبي كده ونروح رايحين للفولدر بتاعنا اللي فيه البروجكت، نحط بيست ماشي. كل اللي هنحتاجه في البداية ملفين، لو دخلت في السي اس اس هحتاج bootstrap.css. طيب ايه هو البوتستراب ماينيفايد او min.css؟ هو ده، بس مينيفايد دي معناها هوريها لكم دلوقتي. لو انا جيت كده فتحت الفولدر دوت كده على البروجرام بتاعي، خدوا بالكم شايفين الكود عامل ازاي؟ لو جينا بصينا للكود ده اهو هنلاقي مكتوب فيه سطر واحد صعب جدا ان انت تعرف تقراه، مينيفايد يعني ما اقدرش اعدل فيه. طب لو جيت فتحت التاني اللي هو البوتستراب العادي، هو بس هنا هتلاقي ان انت ممكن تقدر تعدل فيه. بصوا هنا مكتوب بطريقه منسقه، وكل كود او كل كلاس او كل تاج مكتوب لوحده بالمنظر اللي انتم شايفينه قصادكم، فهنا سهل ان انت تقدر تعدل فيه. فدي او دي واحد مش هتفرق معانا،
بس تختلف في حاجة واحدة، ان انت لما بتحمل كود المينيفايد ده بيبقى سهل جدا في التحميل، بيبقى اللود بتاعه لما تيجي تفتح الويب سايت بيبقى سريع اسرع من العادي. فانا هاجي هربط، طبعا هستخدم تو فايلز. اول فايل اللي هو bootstrap.css، طب هو موجود فين؟ موجود في الفايل او الفولدر اللي اسمه css اهو، انا الصفحه اهي. طيب هروح على الفولدر دوت فاقول له css slash، يعني بداخله راح جايب لي كل الملفات اللي بداخله. انا عايز البوتستراب سي اس اس او مينيفايد، خلينا مينيفايد سي اس اس بس كده. ونيجي نربط كود الرابط التاني بتاع السكريبت او الجافا سكريبت، هقول له اس ار سي السورس بتاعك، في فولدر الجي اس عايز البوتستراب مينيفايد جي اس بالمنظر بس كده. طيب نيجي بعد كده بقى نكتب اي حاجه هنا عشان نجرب بعض اكواد البوتستراب ونفهمها بطريقه افضل. هنعمل ديف كده، اقول له ديف خلاص، واجي ادي للديف ده كلاس. طبعا تعاملنا كله بالكلاسات عشان انده على الكلاسات او الاسماء الكلاسات الموجوده في ملف السي اس اس. عندي كلاس هناك موجود اسمه كونتينر، هنده عليه. هيتطبق بقى اللي موجود في الكلاس دوت خلاص او الموجود. يعني انا لو جيت كده فتحت bootstrap.css طبعا هنلاقيه فين، اقول له find container، ادي الكلاس اللي اسمه container ده اللي هيتطبق وجاهز. المفروض ان انا ببقى حافظ الكلام ده كله، فاقول له كونتينر وهنعرف وظيفته ايه. خلاص واجي جواه افتح تاج اي حاجه بقى اتش 1 عشان نجرب، اقول له ماي فيرست ويب بيج خلاص. ونيجي كمان تحت منها نعمل باراجراف باسم مثلا محمد فتحي بالمنظر ده. تعالوا نرن كده ونشوف الشكل زي ما انتم شايفين كده. طيب ايه الاختلاف؟ تعالوا ندي للديف ده كده لون عشان نشوف. هقول له ادي له ستايل، خلي الباك جراوند كلر بتاعه يساوي يلو مثلا. لا في مشكله هنا عندنا، نرجع نشوف الكود. دي بوتستراباس بالمنظر دوت او بوتستراب مينيفايد عادي. لو جينا بصينا بقى كونتينر هنا ما خدتش الويتس بتاع الصفحه كامله، لا هي عملت ديف كونتينر. يعني انا لو جيت دلوقتي شلت شلت الكلاس ده كده من هنا، وتعالوا نشوف الاختلاف وجينا نشغل تاني، بصوا الويتس هنا بقى عامل ازاي، فول ويتس. طيب انا مش عايز كده، عايز ارجعه تاني بالمنظر اللي احنا كنا شايفينه، يعني ما ياخدش عرض الصفحه كلها، بقول له كونتينر. لو انا عايز ياخد عرض الصفحه كلها في الديفولت يعني بيبقى كونتينر فلاود اللي هي فول المنظر دوت. وتعال نشوف هيبقى منظرها عامل ازاي، اهي رجعت خدت عرض الصفحه كامله. يبقى اول تو كلاسز خدناهم مع البوتستراب اللي هو كونتينر والكونتينر فلاود. الكونتينر بيديني ويتس بس مش ويتس البيج كامله، لا بيديني ويتس الجزء او الكونتينر اللي في منتصف الصفحه. انما لما اقول الكونتينر فلاود بياخد الويتس كامل للبيج كلها، ما ينفعش حاجه ثانيه تيجي جنب الديف دوت. يبقى دي اول حاجه هناخدها مع البوتستراب. يبقى النهارده كده عرفنا ازاي نربط ملفات البوتستراب مع صفحتنا، مع صفحه ال HTML، ازاي نعمل لها داونلود او ازاي نربطها بالملفات ال CDN الموجوده على الانترنت خلاص، وازاي نحطها داخل الصفحه بتاعتنا. وفي نفس الوقت اتكلمنا على تو كلاسز، طبعا تعاملنا كله مع الكلاسز، مجرد ما تكتب كلمه خلاص بينفذ مجموعه الاكواد المكتوبه اوريدي في البيج اللي انا جبتها من البوتستراب خلاص، مجموعه الاكواد بتاعت CSS فبتطبق اوريدي. طبعا المفروض ان احنا نبقى حافظين اسماء الكلاسات دي، طبعا هي كلاسات ثابته في معظم الفيرجنز بتاعه البوتستراب، اختلافات بسيطه جدا وهنعرفها ان شاء الله ونتدرب عليها
مع الوقت بإذن الله. أتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. إن شاء الله في الفيديو القادم هنبتدي نتكلم بقى على الجريد، وده أهم حاجة عندنا في البوتستراب، إزاي نقسم الصفحة بتاعتنا بحيث إن احنا نقدر نحط أكتر من ديف جنب بعضه عن طريق الجريد، وهنشوف الكلام ده عملي بإذن الله من خلال الفيديو القادم. اللي مش فاهم أي حاجة يتواصل معايا من خلال تعليق تحت الفيديو وأنا هرد عليه بإذن الله. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير لو الفيديو عجبكم، وتفعل الجرس عشان خاطر يجيلك أي إشعارات لأي فيديو جديد بيترفع. وأنا ماشي بالتوازي كده في 3 كورسات، كل يوم بشرح فيديو من يا إما بوتستراب يا إما جيكويري يا إما جافا سكريبت، بحيث إن إحنا ما نحسش بملل. يبقى أنت بتتعلم في 3 اتجاهات، وطبعا الثلاثة مهمين، خلاص الثلاثة بيكملوا بعض عشان خاطر تقدر تعمل ويب سايت متكامل. أتمنى يكون القناة عجباكم، وأتمنى دعمكم المتواصل، ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.